فريق شبيبة الأبيار يحاول يبني الهجمة من الخلف. نشوفه في اللقطة مثال التغنيف يطبق في ضغط عالي على الخصم بخيسينغ أو، وهنا نشوفه اللاعب كيفاش خطأ في التمريرة، حتى الزميل تاعه خطأ في الاستقبال، وهنا نشوفه اللاعب بوعرق وليد تفوق في الكرة تاعه 1 contre 1 ودار التسديد تاعه والهدف جميل جداً.